بسعد دايما وانا بوجودك والله والله العظيم وش الخير باذن الله. ان شاء الله. كنت بسالك قبل الفاصل، يتعامل ازاي جوزيه جوميز دفاعيا مع خط الوسط المميز اللي في نهضه بركان؟ بص انا مباراه الاهلي ادتني ان الراجل ده مرن، الراجل ده مرن. خلي بالك ان انت تبقى مسيطر ومنتعش وعامل الشغل ده كله وتقرر تسيب الاستحواذ، يعني اذا انت الفكره عندك، الفكره عندك، بس الفكره لازم تتعمل، تتعمل ان لازم تبقى في 30 يارد. نادي الزمالك لازم يبقى فاهم، لازم يحترم نهضه بركان. طبعا الفرقه دي كل شغلها انقل الكوره ازاي بسرعه، عندهم بيعملوا التحولات يعني انت في ثواني الجناح بيستلم الكوره تلاقي الباك رايت في ظهره، الناحيه الثانيه يوسف مينا تلاقي حمزه المساوي في ظهره، مع ان المبارك وياسين لبحيري ان هم التمانيتين على طول كابسين على ال18. شكل نص ملعبنا يبقى ازاي قدام نص الملعب ده قبل ما نتكلم؟ انت لو وقفت، انت لو وقفت، انت دلوقتي لو عايز تخرج من باب الاستوديو في كثافه انسى، ما فيش صداع. لكن لو انا طالع بهاجم وكسلت ارجع، او انا بفتح المساحات بتاعت نادي الزمالك، سموحه على جونه على حاجات كتيره اللي هي كانت بتعمل في حته اكسل ارجع، حته ان انا اصلا ادخل نفسي في القصه دي ليه؟ انا قافل نص ملعبي، لان خلي بالك هم ما عندهمش حد بيخترق من العمق، وما عندهمش دي، هو الراجل اللي هو المرابط ده بيعمل حاجه، هو بموزع للكرات هايل جدا، ممكن ببينيه عنده حاجات اللي هو بيعلق الكره في ظهر الديفنس، هو كويس في دي. لكن حته ان انا اشق من 18 ما تقلقش، هم لما بيلعبوا الطويل على اللي هو المهاجم بتاعهم اسمه باول باسيل السنغالي ده، بيعرف لبحيري والمبارك يبقوا على طول تحتيه، فبياخدوا التانيه يشوطوا يعملوا. بص ده مثلا تتكلم في العرضيات، لو انت طبعا التلفزيون بعيد شويه لينا، ولكن انت بتتكلم في كام برتاني، الراجل اللي هو ناحيتنا اللي لابس برتاني اللي بيرفع قدامه اتنين بيض وجوه اربعه في الصندوق، تمام، خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه، تمام، الفرقه كلها. بص بقى على هو ده مستنيين السكند بول بالظبط اتنين. ممكن نجيب الصوره اللي بعدها او اللي قبلها برضه، هتلاقي كروس اللي بعده يا شباب. بص دي انت بتتكلم في كروس، تمام، دي ما دخلتش جنب العارضه، ماشي. مثلا اللي بعدها دي دخلت على الضربات الثابته، دي فاول، فاهم؟ هنمشي. بص منظر الكثافه اللي موجوده في الضربات الثابته اللي بعدها، تمام، دي كوره مهمه جدا، ده كروس، كروس اتلعب الجناح راس الحربه حطها، الحارس المرمى تصدى ليها، اللي بيسدد هناك ده في اخر البوكس هناك هو حمزه المساوي الباك ليفت، ده باك ليفت اللي هو في اخر الصندوق هناك. بص كروس معمول الباك ليفت جوه الصندوق وبيسدد. فالفكره كلها ان المباراه دي ايه اللي مطلوب؟ مطلوب من عمر جابر، مطلوب من فتوح، عارف الاكورديون بتاع الموسيقى لما بيتعشق لجوه، من غير اول لما واحد يفكر يعمل كروس اوتوماتيك عمر جابر يخش يغطي تغطيه عكسيه مع المسلوسي وحسام عميد وهكذا فتوح. العكس صدقني، انت بتتكلم في راس حربه، بتتكلم في جناح عكسي داخل لجوه، وبتتكلم في ناس مكمله من التمنتين لبحيري لمبارك جوه الصندوق. طب الفكره دي محتاجه تغطيه العكسيه، ما تبقاش بعملها رد فعل، لا انا فعل وعندي فكره الاستباقيه بتاعتها وانا نازل وفاهم. يبقى الترحيل بديهي ان انا اخش لو الهجمه طبعًا من ناحيه طبعًا. الشمال عمر جابر، من ناحيه اليمين فتوح او العكس. يعني النقطه الثانيه ان كروس هو بيتعمل حتى عمق الملعب اللي هو دونجا شحاته واتيفر مين اللي هيلعب اوتوماتيك لازم ابقى نازل لحدود ال 18، لان انت عندك اتنين واقفين على ال 18 عايزين يسددوا. كل اللي انا بقوله لك ده بالكثافه دي ممكن كراجل زملكاوي تبقى خايف، بس دايما بص ورا في ظهرهم المساحات عامله ازاي. فانت لو واقف صلب وشغال صح، والمهاجم نفسه، انا دايما عندي حاجه بقولها ان لازم الفرقه والبنش يبقوا كلهم لابسين نظاره واحده. يعني ايه نظاره واحده؟ نازلين بفكر واحد، ما ينفعش كل واحد لابس نظاره. انا خلاص الكره وصلت ناحيه اليمين بعمل كروس، خلاص الجزيري فاهم ان انا وصلت لزيزو في كروس هيتعمل، لكن ما ينفعش لعيب يقف، لعيب عايز يرقص، لعيب مش عايز يرجع. هي دي النضاره اللي انا بقولها ان هي نضاره واحده، ان لازم كل اللعيبه تنزل بمنهج وفكر واحد. هما عندهم دي، اول لما الكره بتيجي يمين او شمال راس الحربه بالتمانيتين عارفين ان في كروس، فكلهم في تجانس. لازم بكره
الكره المسوسي بيمسكها، يبقى لازم الجزيري يبقى فاهم ان هتتلعب لونج باص ايه اللي هيتعمل في ظهره. طب لما توصل للجزيري نسيبه لوحده؟ لا، لازم يبقى فيه دعم. لان انت خلي بالك هي لحظات، المشكله اللي عند نهضه بركان عباره عن ثواني، يا تستغلها وتسجل يا هم في ثواني بيعرفوا يرتدوا بسرعه. ففكره كلها زي ما بتلعب واحد بوكس وقوي، هو في وقت لو وشه اتفتح لازم تروح داخل ضارب، هم كده. لكن هتتاخر في بناء الهجمه، هتبتدي لا اقف شويه لو انا عندي الفرصه ان انا احط في مساحه، لان هم عندهم مشاكل. انا بكلمك ان في عيوب لو عرفوا يعرضوها انا اعرضها. الكور الطوليه قاتله قاتله. انت بتتكلم في ماتش الملعب المالي كره طويله، وملعب المغرب التطواني المباراه اللي فاتت انا جايبها لك لو هم عرضوها حاجه تضحك.